سلام بنات، مرحبا بكم في القناة. نتمنى تكونوا بخير. اليوم راح نديرو موضوع مهم واللي هو العناية بالمنطقة الحساسة. كانوا البنات طلبوا لي هذا الموضوع، كنت دايره فيديو ديجا من قبل، ولكن الفيديو هذاك كما نقولوا لي زيدي تاعي تبدلو، يعني بدلت الرأي تاعي في بزاف تاع الحوايج وجيت نبارطاجيهم معاكم اليوم باسكو سي تري امبورطون. ريحوا معايا في لا فيديو حتى لا فان. راح نحط لكم هنايا انستغرام تاعي، ماذا بيا قاعد تدخلوا تشاركوا باش تبوزيو لي لي كيسيون نجاوبكم تمتم. اللي ما جاوبتهاش تسمح لي الا اذا ما شفتش لو ميساج تاعها ولا كنت مشغوله. ليسونسيال البنات راح نهضروا اليوم على هذا الموضوع اللي كما نقولوا البنات بزاف تقلقوا منه. اول حاجه في هذا الموضوع هو كيفيه التخلص من الشعر. انا من قبل كنت نستعمل الواكس، لكن اليوم بدلت الراي نتاعي، ما وليتش نستعمل ني واكس ني لا لام جيلات لام، ما وليتش نستعملها. البنات تاني قالوا لي احنا سلكينا استعملنا الواكس ونوضنا الحبوب، استعملنا لام جيلات ودارتنا اسمرار. صح، لام جيلات هي ماشي 100% اللي دير الاسمرار، اللي دير هي تساعد على الاسمرار هذيك المنطقه. اللي دير الاسمرار خواتاتي هو لو فروتمون، يعني الاحتكاك، وكذلك العرق هو اللي يدير الاسمرار في هذيك لابارتي. او ميم طون هذيك لابارتي ما نحكوهاش بالكياسه، راكو فاهمين، باسكو الكياسه هي الكوماج. انا بالنسبه ليا لو كوماج تاع لو كور هو الكياسه، لو كوماج الاخرين انا استعملتهم خواتاتي تاع لو كور ما درنا والو وما ننصحكمش بهم، يعني ما فيهم حتى فايده، خساره الدراهم باطل. دونك هذيك لابارتي مادام تنغسل بزاف دير بكتيريا بزاف كيما نقولوا. دونك راح نعطيكم الحل ان شاء الله. الاول حاجه اللي هي كما قلت لكم التخلص من الشعر. انا بطلت الواكس. علاش بطلت الواكس خواتاتي؟ من ناحيه دينيه بطلت الواكس، وبالنسبه للامجيلات وليت كي نستعملها كي يجي نايض الشعر خواتاتي يدير الضرر وينوض حبوب اكسيتيرا، راكو عارفين بلا ما نقول لكم. الحاجه اللي راني نستعملها، راني نستعمل هاد لاباري، راني نستعمل هاد لاباري خواتاتي، هاد لو غازوار الكتريك. وما كانش برك هذا، هذا باسكو كنت شريتو عندي مده، ملي شريتو ما كنتش مستغلاتو حتى اللي جربتو وعطاني نتيجه بزاف مليحه. هو الشعر ما يطولش باش ينوض، ولكن ينوض ماشي مشوك. شو كي ينوض مشوك والجلده تاعك توجعك تو، لا هذا ينوض الشعر هكا خفيف وكيما نقولوا ما ينوضش مشوك. فوالا، دونك هادي تاع فلاولس كنت وريتها لكم ديجا من قبل. كاين مخر منها خواتاتي، كاين تاع كيمي، كاين تاع دي مارك وحدين اخرين بزاف ملاح، تقدروا تستعملوهم لهاد لا بارتي انتيم. دونك نستعمل هادي الاولى، هادي كي تنحي ما ترطبش هذيك الجهه. الحاجه الثانيه اللي نستعملها، نستعمل هاد لاباري ثاني. دونك هاد لي دو زاباري راني نستعملو هادي باش ترطب، باسكو هادي تنحيه ما تنحيش من الجدره، تقص الشعره برك وتخلي شويه مشوك. ولكن هادي اللي فيها كاتلان فوالا وتنشعل من هكذا، هادي ترطب هذيك لابارتي. هادو زوج راني نستعملهم فقط للمنطقه الحساسه. كاين خواتاتي دي زاباري راهم يتباعوا تلقاوهم بارتو، ساسوا في لي سيت ولا في لي كوزميتيك، بزاف ملاح. كاين اللي كيما هادي وفيها 5 لام، وكاين كيما هادي وخير منها خواتاتي جايه واتر بروف، يعني مضاده للماء. دونك كيفاش راني نقيهم خواتاتي؟ هادي لاتات نتاعها، النعله نحي لاتات نتاعها، نظفها ومن بعد نغسلها عادي جدا. مازال كيما نقولوا ما تصداتليش، ولكن كاين اللي مضاده لي ضد الماء. هادي خواتاتي نحي لها كاع لاتات تاعها وننظفهم مليح بلا بغوص، ونرشهم بلا الكول، ومن بعد نديرها في الشمس باش هذاك الكول يتبخر وتنحى كامل البكتيريا اللي فيها. دونك بالنسبه للشعر خواتاتي راني نستعمل هاد لي دو زاباغي بزاف ملاح وننصح بهم. بون الشعر في ساعه ينوض كيما لامجيلات، ولكن ما ينوضش كيما قلت لكم مشوك ولا يحرق هذيك لابارتي وينوض الحبوب. هذا زيرو حبوب خواتاتي، بزاف شابين هاد لي دو زاباغي. تاني حاجه راح نهضر عليها واللي هي النظافه. بالنسبه للنظافه راني نستعمل خواتاتي هاد لو جيل نيتوايون، بلوتو هاد لي جيل انتيم نتاع سافوريل. بون هنا ما راهش كاين في الجزائر، كنت مبكري انا نستعملو وحاليا ما ولاش يتباع في الجزائر. راه كاين بزاف تاع الانواع، راح نحط لكم اللي استعملتهم. استعملت نتاع نيفيا هذا الغوز، روعه، يرطب المنطقه الحساسه لواحد الدرجه ما تامنوش عقلكم.
بزاف هايل. وكاين تاع روش كافاي تاني بصح غالي، يدير 90,000. نتاع نيفيا موان شاغ، صافوغيل ما راهيش متوفر. يعني هذا راني نوريكم البديل اللي كنت نستعملهم، هادو في ثلاثة كساسوا صافوغيل، روش كافاي ولا نيفيا، يرطبوا بزاف المنطقة الحساسة. ما نستعملهمش كل يوم خواتاتي، نستعملهم خطرة حتى لزوج خطرات في السيمانة فقط، لأنه هذيك المنطقة ما لازم لهاش بزاف تاع لي برودوي. دونك نستعمل الماء فقط كل يوم الماء، وفي المرات هكا نستعمل يعني زوج خطرات في السيمانه ولا خطره في السيمانه نستعمل هاد لو جيل انتيم نتاع ولا لو سوان لافون نتاع سافوغيل. سينو الا ما لقيتوش باسكو ما حش تلقاوه، ننصحكم بهادو زوج اللي راني دايرتهم في لافوتو. بالنسبه كذلك لتفتيح هاد المنطقه خواتاتي، ننصحكم بالطالك. طالك بزاف مليح، باسكو علاش طالك مليح؟ طالك هو مضاد للتعرق. هاد البودره تاع الطالك فيها ريحه بزاف هايله، تخلي لكم حتى في الملابس الداخليه تخلي ريحه هايله، وكذلك تساعد بلي تفتيح هذيك المنطقه الحساسه. تستعملوها كساسوا مور لا دوش ولا تستعملوها كي تغسلوا المنطقه الحساسه، يعطيكم رائحه مليحه وترطيب مليح، وكذلك تفتيح للبشره في هذيك المنطقه. تاني ما ننساوش الترطيب، بزاف بنات ما يشوفوش هاد لو كوتي هذا نتاع الترطيب. الترطيب مهم لهذيك المنطقه، ما نستعملوش حاجه كبيره، نستعملو نيفيا فقط. نيفيا تمد، فوالا نيفيا سوفت تمد هذه، ان تفتح لهذيك المنطقه، يعني ما تحقروهاش. نيفيا نيفيا صدقوني خواتاتي تمد تفتح هايل، كساسوا لا بارتي انتيم ولا المؤخره تانيك بزاف مليحه المؤخره. بالنسبه اللي عندها الحبوب ما نصحهاش ديرها في المؤخرات، ديرها برك ما بين الفخذين، بزاف مليحه وترطب مليح المنطقه، ترطبها بيان. فوالا الغزالة تاعي، هذه هي طريقة عنايتي بالمنطقة الحساسة، يعني ماشي بدي برودوي كبار ولا حاجة خفيفة برك باش تتهلا في المنطقة الحساسة وتعطيك تفتيح لهذيك المنطقة. ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو، تهلاو في رواحكم، ولا عندكم اي تساؤلات ولا غمارك اكتبوا لي في التعليقات. قال خير.